بهالفقرة لنكون باتصال مباشر مع دكتور إلي توفيق الهاروني، طبيب أسنان وأستاذ محاضر بجامعة القديس يوسف. منحييك دكتور إلي. صباح الخير. معك بدنا نحكي اليوم عن تأسيس وعمل ثلاث جمعيات، رابطة يوسف الرامي، اليوهان، ومغامرة المحبة. قدي اليوم بهالجمعيات اللي عم تشتغلوا فيها عم بتكونوا إلى جانب الناس؟ صوت شوي ما عم تسمعني؟ عم تسمع دكتور؟ عم بسمع هلأ. تفضل، بدك تحكينا عن السؤال لو عزبتك. ما بدك تحكينا عن الثلاث جمعيات وطبيعة عملها. جمعية مغامرة المحبة تأسست سنة 2000. نعم. بتهتم أساسا بالمرضى المزمنين يلي بياخدوا أدوية على طول، وقفنا حدهم ونعمل لهم أدويتهم ومنزورهم ببيوتهم لحتى نقول لهم انه نحن عم نعرف انه هن موجوعين، لانه اصعب شيء لما بيكون المريض موجوع ولحاله ومنه يعني حدا واقف حده. هيدي بخصوص مغامرة المحبة. نعم. جمعية يوان تأسست سنة 2017 يوم وداع يوان ابني يلي توقف قلبه وكان عمره 18 سنة ونص وكان أول سنة طب. هدف الجمعية التوعية وتعليم الشباب كيف يتصرفوا قدام حالة من هالنوع وكيف ممكن بوقت قصير يقدروا يخلصوا حياة إنسان. عملنا وعم نعمل توعية بالمدارس والجامعات والنوادي الرياضية ونشجع على هالمؤسسات انها يكون عندها AED يلي هي بتساعد لتمشي القلب لما بيصير الحادث. وقدي حلو نخلص حياة شاب ممكن انه بلحظة يخسر حياته وبلحظة بقدر نضده للحياة. رابطة يوسف الرامي عشان تكون تأسست سنة 2020 هدفها مساعدة العيال يلي خسرت عزيز لنأمن نحن وياهن ويداع لي لألو. عم شاهدكم مختصر. نعم دكتور هاروني، نحن حبينا نضوي على عمل هتلي جمعيات وكانت بمبادرة فردية من قبل حضرتك أو معك جماعة محيطة فيك عم تهتموا بكل هالأشغال؟ ليقول البابا فرانسيس حيث يوجد الكثير من الأنا لا يوجد سوى القليل من الله. بقى حب بلش بهالجملة لأقول هي وبكل محبة هيدي الجمعيات الثلاثة هي بلشت معي. نعم. ولحتى تكون جمعية اجتمعنا الشباب سوا واشتغلنا على ثلاث جمعيات، في أشخاص مشتركين بثلاث جمعيات وفي أشخاص بواحدة من الجمعيات الثلاثة. واليوم قدي صار عددكم دكتور؟ عدد الناس اللي نحن منساعدهم اللي بتساعدون وانتو فريق العمل، يعني انتو ثلاث جمعيات اليوم هيدا الشيء بيتطلب مجهود وحضور لكتار من الاشخاص لخدمة كل الفئات اللي ذكرتها. صحيح، مغامرة المحبة نحن حوالي 10 او 12 شخص، بس اكيد في ناس بيتعاطفوا معنا وبيساعدونا، انما الناشطين هن هالقد. رابطة يوسف الرامي نحن شباب بعجلتون يعني مجموعة حوالي 20 شخص. وجمعية يوان نحن 5 مؤسسين وأكيد معنا حكمة بيساعدونا بنشاطاتنا يعني كما شمالا من أوتيل ديو. يعني هل العمل الطبي الاجتماعي في دعم كل هالأشخاص
كمان بيتطلب تمويل. اليوم مين الجهات الممولة؟ هلا الجهاز الممول ما في حدا بالواقع. التمويل هو من افراد نعم. ما في حدا ولا يعني ما في ولا سياسه ولا اي شيء بهالموضوع. هن افراد بيتفاعلوا معنا وبيساعدونا. وعدد المستفيدين اذا بدنا نحكي بما انه عم نحكي اعداد، مغامرة محبة بلشنا سنة 2000 مع 18 مريض وكنا مفركشين كتير. نحن اليوم عنا 250 مريض مزمن بنأمن لهم أدويتهم كل 3 أشهر، بنزورهم ببيوتهم تنقل لهم نحن بنحبهم ونعطيهم الأدوية تبعهم. وفي عنا ب3 سنين الأخيرة اللي صار فيها مشكلة كبيرة بالدواء، نعم، ساعدنا فتحنا نافذة لمساعدة أشخاص بشكل هيك يعني موضعي بدون التزام، يعني ما عاملين لهم طريناج. ب3 سنين اللي ماضية ساعدنا حديث اليوم 3740 حالة موثقين. نعم، وهالحالات بازدياد. بنعرف اليوم قديش المواطن اللبناني عم بعيش معاناة بهذا المجال، يعني في عنا وضع اللبناني كتير صعب، يعني ونحن عم نجرب نكون حدهم ونضوي يعني ولو شمعة صغيرة بعتمة ليالينا. نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق ونشكرك على حضورك وعلى هالعمل الاجتماعي اليوم اللي عم بفيد كتار من الأشخاص اللي هن بأمس الحاجة، ومنعرف قديش الحاجة عم بتزيد وعم تكبر. شكرا دكتور إلي الهاروني على حضورك معنا. شكرا لكم ومنتمنى لك كل التوفيق ونفس ابنك بالسماء. وأكيد اليوم كتار عم من بعد ما هالشاب انتقل للسماء كتار عم بيكونوا مستفيدين حتى يكونوا بحالة من الاستباق، يعني لحالات ممكن توقع وتحدث من هالنوع. بطبيعة الحال انه ايماننا المسيحي هو اللي بيعطينا القوة بعيد الظروف لحتى نقدر نكمل. ولا مرة يسوع وعدنا بالاشياء السهلة على الارض، وما فينا دايما نحمله. أحيان كثير منحمله أنه ليه عمل فينا هيك. يسوع ولا مرة وعدنا بالجنة على الأرض، يعني هيدا الرجاء الدايم أنه حياتنا بتخلص ومنكمل بالحياة الأبدية. أنا بدي أشكرك على حضورك دكتور إلي الهاروني من جديد، ويعطيك ألف عافية. لألكم كمان وكل عيد وأنتم بخير. وأنت بألف خير، الله معك. شكرا لحضورك معك.